الرفيق بوتين المحترم، السادة والسيدات، قبل كل شيء بودي أن أشكر رئيس روسيا فلاديمير بوتين على حسن الضيافة واستقبالنا على هذه الأرض. هذه الزيارة تثير انتباه كبير في هذه المنطقة الفريدة من نوعها، وكانت بالنسبة لي نوعا ما من الرومانسية، ولأول مرة نحضر ميدان أو نأتي إلى ميدان إطلاق عمليات فضائية، وما زاد مما أثار اهتمام أعضاء الوفد. هذا المشروع لا مثيل له في العالم بالنسبة للفضاء العلمي، إنه موضوع مشترك. وفي وقت الاتحاد السوفيتي جرت مساهمة كبيرة في هذا المجال، وقد وصلنا في علم تطوير غزو الفضاء، وقمنا بإنجازات جديدة في هذا المجال، ونحن نعتز بإنجازاتنا ونجاحاتنا في هذا المجال. ثم تطوير لأبحاث حول الكرة الأرضية عن بعد، والاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية أو الاصطناعية، وقد حان الوقت لفتح طريق جديد لرواد الفضاء البيلاروسيين. وأشكر الرفيق الرئيس بوتين على دعمه لهذه المبادرة الجديدة والمشاركة أيضا في إعداد أطقم من رواد الفضاء وتمويل هذه العملية. وكذلك طبعا ناقشنا مسائل متعلقة بالعلاقات الثنائية والأوضاع العالمية. هناك مرحلة جديدة غير مسبوقة في علاقتنا مع الغرب، وفي محادثتي مع الرئيس الروسي شددت على أنه إذا كانت هذه العملية العسكرية مؤجلة حتى ولو لنسبة بسيطة، كان الجانب الأوكراني لكان مستعدا لإلحاق ضربة ساحقة على الأراضي الروسية، وهذا بحسب تعبيرهم. هناك انتقادات ربما بدأت العملية في وقت غير مناسب، هكذا يقولون، وفي مكان غير مناسب، لكن الاستباقية أفضل من التأخير في مثل هذه الأحوال. هناك أصوات كثيرة، ونحن تطرقنا إلى هذه المسألة وإلى مسألة عمليتهم النفسية التي أجرتها بريطانيا. وأيضا كيفية إجراء هذه العملية عن طريق تسجيل أرقام السيارات مثلا وأسماء المواطنين الذين ينتقلون من مكان إلى آخر وعبر الحدود في مكان ما. غادكو ميرسكو بوزيسيو زابادا
اعتبرنا الحرب الباردة في وقت سابق منتهية، ولكن واعتبرنا أننا سنعيش في عالم جديد وفي ظروف جديدة منشأة على أسس القانون الدولي وعلى أساس احترام حقوق الإنسان. وفجأة وجدنا ظروف جديدة، وهذه الأوضاع والظروف الجديدة لم تنشأ من تلقاء نفسها. فمن الواضح اليوم أن هذا الصدام أصبح لا بد منه ولا مفر منه. وإذا تأخرنا في سباق العملية ربما لكانت التداعيات أسوأ بكثير، اليوم ناقشنا أيضا مسألة استبدال الصادرات والانتقال إلى أسس تعاون جديدة، وعلينا أن ننظر إلى الغد ونضع استراتيجية اقتصادية جديدة لبناء الدولة المتحدة. يقال إن العالم لن يكون على ما كان عليه سابقا. وإذا اعتبروا المستقبل مستقبلاً مريحاً، أعتقد أنه يجب عليهم أن ينسوا مثل هذه التخيلات. كان سياسي كبير في أوروبا في منتصف القرن الماضي تكلم عن إقامة نظام خاص به، ونعرف جيدا كيف انتهت تلك العملية وكيف انتهت تلك المحاولات. وفي واشنطن يجب ألا ينسوا ذلك، فأجدادنا انتصروا في الحرب العالمية وسننتصر في المستقبل أيضا. أشكركم لحسن الاستماع.